اكسير السعادة. صباح الفل الأول من جديد. وبيقول لك اكسير السعادة في قائمة السعادة، قائمة كده للسعادة، بيقول لك شوف بقى اللي ينفعك وينفعني وتعالوا نشوفها مع بعض. لو عملناها بيقول لك هتختلف جدا حياتنا. صور صورة لأي منظر حلو تقابله وأنت في طريقك، رايح شغل، رايح أي مشوار، والصورة دي يعني بص عليها كل شوية كده، ودي تصوير حضرتك. ساعد حد في حاجة هو بيحبها، هيحس باهتمامك وهيحس إنك عاوز تشاركه الحاجة اللي بتفرحه. ادخل المطبخ يا سيدي الفاضل واعمل أكلة لعيلتك على سبيل التغيير. والله أنا بعمل كده. اقرأ عن فترة تاريخية مختلفة أو عن ظاهرة ما تعرفش عنها حاجة، شوف فيديوز مختلفة، حاجات حلوة تضيف لمعلوماتنا. اشتري لنفسك حاجة بتحبها، حاجة بتسعدك، الحاجة دي انت بتكون بتشتريها وانت بتقول انا ببسط نفسي بيها. لكن يعني خلي بالك النهاردة 24 والشهر ده كبيس وما بيخلصش. اكتب جملة اثرت فيك، حد قالك جملة حلوة بسطتك او مقولة عجبتك اكتبها وعلقها قدامك، اكتبها على السوشيال ميديا. انت كمان دور على صورك القديمة وانت صغير واسترجع الذكريات الحلوة.